وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن بإسلامي وإيماني أضاء الكون والزمن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن يحب الكون ألحاني فألحاني له سكن أخي الإنسان. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، نعوذ بالله من حال أهل النار. أيها الإخوة والأخوات، درسي كان عاوى أن إذن أود أقايو سيدة ولالكين الشيخ عبد الواجد جزا الله خير وإعلاميي كما قعابا تحرير المصطلحات. وحن شعره هاي أولا إن أن فصره أما أن قيحه أما أن شرحه معناها عنوان كمحاضرة ده دبتنا وحينو قد دعي الدونا مضمون كيدلع ده محاضرة ده وتحرير وتفتير ويان إلا تفتيره ولا واضحية ولا قصاره غبش كا يمجدجة مصطلحات كا أما إربي بحنتا إيو ترمينولوجي كا لاستعماله مركا يعني نوعه واستعمال كلو متشين نوع واحد متشين استعمال كلا استعمال أيو مصطلحات أما إربي حنو أما ترمينولوجي خصية دينته دين عقيدة ذا يدين على الشريعة ذا لبضبا. كمقدمة هان أيها الإخوة والأخوات، قفك مسلم كهدي ما أنت أوفر صدا مشروع علماني أما مشروع ليبرالي للدنيا اللي يسكهر تاجو شريعة ذا إسلام كا لقونا دعوة عقيدة ذا مسلمين تا. وحن ندرينا إن علمانيين تو أي اهتمام آد يا آد أحوق لأي صارين مصطلحاتك أما واحد في كريسك الترمينولوجي قالوا يلا في صومالي قلنا إربحين تا لقوا يلا هذا إيو إن البربريان وحي أصلاه يا قواعد دين توه إن الريدان قطعيات كأي قواعد دين الإسلام كا. هذا بع سيدي وحي أصوله يوحي قواعدة يوحي ثوابت دين تنقاه أي علمانيين تأي الليبراليين تأي بربريان وحيو أديك سنيان من خلال تميع المفاهيم والتلاعب بالكلمات. إن كعياريان ويدونيان إن التلاعب يعيار أي قليان كلماتك هي ألفاظ لاستعماله. إسلام مركزي
inay dul saaraan ceeriyaan culus kelmadaha iyo alfaadda la isticmaalo marka laga hadlayo diinta iyo shareecada iyo islaamka. ceeriyaantaasi la dul saarayo kelmadaha diinta lagu isticmaalaa waxay jahawareer gelinaysaa jamaahiirtii iyo dadweynihii oo mararka qaarkood ay ku adkaanaysa inay fahmaan waxa loola jeedo kelimaadkan la isticmaalayo. ولذلك أي واحد ركي سا إن علمانيين تي الليبراليين في العالم الإسلامي وأهني ما كشرع هذا علاضة أهيا إدي دني إن أي إن جسوا كرديين إربحنا يترمنولوجي أن منضبط هين دين عدين تي عقيدة الشرع هذا ترمنولوجي عصب واستعمالان مركي إسلام كي الدين تي عقيدة كشكين أيان. وفي المقابل دي عكلنا وحين دريمنا إن منك علمانيين تي أي لدى قالمان أن مرنا بأقلان إن استعماله إربحنا يترمنولوجي شريعة اللغوصو قي هدان تسالة إن كبحيو الخلافة ومصطلح إسلامي ويان علماء دي نهوري السياسة الشرعية وحققورتي استعمالين الشورى وحويا ومصطلح يا اري يا لفظي كتابك الهي سبحانه وتعالى يوم قران سادينتا لو شيغي وحكم اذا مصطلح الولاء والبراء وعلماء عقيده الاسلام كحكو قرتي سلفا وخلفا اي كهذين ان مشكلتنا ايها الاخوه والاخوات ومشكله اديه اد وين خلل كان انحراف كان يضع دلول كان ايدونيا ان يجليان الفاظ يريضا شرعه لو استعمال ايها الاخوه والاخوات وحويا وحي غادي وح ولب او دينتا كميدا وحي غادي اصوشي اعتقادك وحي غادي شرعتي حكمك وحي غادي المنظومه الاخلاقيه وحي غادي قيمك اجتماعيه حتى وحي قادي شيكوينك اي قصصك كتاب كإلهي سبحانه وتعالى لوغو شيغي يوليبا سيدو الكلبة اي اوريان تاريخ دا اسلامك اي احداثتي ووينيد اي امدن صومرتي وحن لاي ايها الاخوة والاخوات يعني مسألة دا ان لضبديو او لتفتيرو او لحكميو الفاظ اي ريض اللي استعمالي ووحدتك بالآدمي قودمي اي اوباهيهين مثل كيو كلام يعني علماء أن إسلامك وحي آذي هذا قد ذلك ترين مركي موضوع نقاشة يعني موضوع أسامة موضوع فقه النقضة أما موضوع أسامة النقضة موضوع دين عقيدة دا موضوع أصولية وحقوقه الرئيس أي سمين ترين وحي حديد ترين كلمات كأي ألفاظ استعماليا يعني أي حديد ترين أو التعريف أي شرح أي إكسبلانيشن بكبحين ترين ولذلك وحا عاني أن ترين ereyga la isticmaalaya waa inuu noqdo jaamicun maani jaamicun maani maxaa loo leeyahay jaamicun maani yani erbixinta uu sheekh buugisa ku isticmaalayo ama fiqh han noqdo ama magaranaysa usul ba han noqde ereygu waa inuu marka hore u koobsado oo u xambaaro dhamaan mufradaadka macnihiisa iyo madmuunkiisa iyo mafhuumkiisa soo hoos gali kara isla markaasi waa inuu maaniic noqdo oo u diido in la soo dhex gelin karo wax aan macnihiisa iyo madmuunkiisa sharciga aan ka mid ahayn kutubta culimada baldib ugu noqo waxaad arki doontaa inay tacriifaad noocaasi ay bixiyaan walidhalika ayaa masalkii oo kale kelimatu sunna usuuliyiintu si gooni ay u isticmaalaan culimada caqiidada waxa ka qortay ahlu bidca ridiisayna si gooni ay u isticmaalaan حديثك هذا هو صنع قرنه وحلقه يا شيخ مركو كتاب وألفه مثل كيو كلا على سبيل المثال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بلوغ مرام كمركو ألفي مقدمة وحو أرض يقبو قيس آخر سن دورة أشهر حي إرايضة واستعمال أيو مثل كيو كلا شيخ وحو أران كرايو كلا المتفق عليه محانو لك إذا مركان حديث أنكوه صغر المتفق هذا الحديث متفق عليه بمعنى بخاري مسلم إسكو وافقي حصوص نو هداني رواه الأربعة يا سوري وأصحاب السنة كويان هداني هذا مثل كوكلة رواه الخمسة وحنو لك إذا أصحاب السنة يا إمام أحد دانو لك إذا وهكذا
أي شيخ والبابا أما فقه وحكا قرو أما حديث وحكا قرو أما عقيدة وحكا قرو أما علم الأصول وحكا قرو وحوير وحي أغهرين بأي حديد جرين الفاظ إرياد أي استعماليان علماء الإسلام كون أيها الأخوة الخوات مسألة ذا سيوى حي أغهرين ويغرين علماء الرئيرو بأي قلبيتك بمعنى وحي المنضبنين بأي هايين موضوع أنتو كنتم بيش وحكا قرو أما شن بقوله بيتين بوكا قرا هدا لكن قفك قارقة آه أبو جيس هسي آخر سنة يا هذا وكل كفارة يريد استعمال عيو أهل العلم جي إسلامكو نوع عاصمة يهين بل واحد أركي كنا أيها الأخوة والأخوات إن علماء إسلامكو يعني حتى مذاهب توده لحده ده إنه مذهب والباب اللي يهي يق أوجونية أو ير يقو استعمالان فقه الشافعي يقو كله وحضرك يسائل ليهن إريه هي ألفاظ iyaga u gaaro isticmaalan qaarna culimada kale la wadaagaan wa hakada yaani madhabka hanbaliga madhabka hanafiga madhabka imaam malik wa arin ma'rufo oo talib ilmigu u yaqaano in madhab madhab al-baba ay leeyihiin alfaad iyo erayo isticmaalan kitabka intaan akhriina loo baahin in alfaadasi madhabka ku gaarka ah iyo mustalahaadka isticmaalayaan inaad fahanto wa illa hadii kale waad ku dhakafaraysa bal waxaanu aragnay إن علماء مذاهبته كتب تفقه وقلقه قري إني يعني كتاب لألفي والله يا أبي إنه كتاب مختصر وقابي هاي لكن أصل يقاعدون وفقه مذهبك إني علماء كلا أنت يمادين أي شرحين ألفاظ شيخ خاص استعمالي أما ألفاظ يعني إن فقه مذهبك لقو استعمال أيها الأخوة والأخوات يعني علماء إني هو إسلام كو محي مسألة ذاسي أولاد شهرين maxay ugu dadaaleen in tahriiriyan oo ay tafatiraan maan ka maanta ah yaani in alfaada iyo terminology iyo erabixinta waxay doonayaan ay hore kala qawaad in aan kalimaadka sharciiga lagu isticmaalo alfaada diinta lagu isticmaalo marka diinta laga hadlaayo ama diinta wax laga qoraayo in aan loo isticmaalin si khilaafsan madmuunki iyo macnihi oo shariicu u la jeedey way wax weeyaan hadii kalmadu aanay qeexin oo ina sharxin madmuunki iyo macnihi iyo ujeedadii shaaricu u leeyahay marka waxa weyn ujeedadii meesha way ka baxday oo way ka luntay walidaalika ayaa culimada islaamku waxay u babacdhigeen ahdigii hore iyo zamankii hore ta'wiilka oo ta'wiilku ay kooxaha baadiyoobay ama ahlu bid'u ay u isticmaaleen alfaada shariicada iyo weeraha diinta ku sugan kitaabka Ilaahay sunnah rasuulka sallallahu alayhi wa sallam si khilaafsan u jeedadii iyo madmuunki iyo macnihi u shaaricu kalaha walidalika ayad arkaysa in kooxaha si aal bidaa ah mid walbaaba intay isticmaashay erayo diinta kamida walu fiirso ayuha al-akh wa ayuha al-ukht kooxaha ahl bidci waxay isticmaali jireen erayo wanaagsan laakiin waxa ay erayadi ay ku isticmaaleen macne iyo madmuun iyo mafhuum baatila oo diinta aan ku banaaneen masalkii oo kale khawaarijtu markii ay banaysteen inay aaymada muslimiinta beecada sharciyiga ay u ciqaaday inay la dagaalamaan oo khuruuj ku sameeyaan waxa ilaahay waxaan sameeyna al amru bil ma'ruf wa nahy an al munkar ayaanu maanka maanta ah aanu fulinayna murji'adu ayuha al ikhwa wal akhawat markay la yimaadeen sharaxa ay iimaanka ka bixiyeen oo qaarna ayba talax tageen qolatul murji'a ila hadan al iimanu huwa al ma'rifa ay qaar heerka gaareen ayaa hadana waxa ay dooneen in diinta soo galiyaan xitaa dad gaalimo iyo kufr ku dhacay qadariyad oo kale markay inkireen qudrada ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan hadan waxaan ilaahay u xaqiijinayna cadliban ilaahay u xaqiijinna saa wadad ayaanu u dafireyna qadarka aanu dafireyna ana jahmiyado kale nimanka cadilay sifooyinkii ilaahay subhanahu wa ta'ala oo ilaahay isku sifeeyay fi kitabihi rasuulkiisu sallallahu alayhi wa sallam ku sifeeyay fi sunnatihi ta'tilki ay atilayn sifooyinkii ilaahay azza wa jalla waxaan anagu waxaan u jeednaa inaanu ilaahay subhanahu wa ta'ala aanu kanna zahno aanu ceeb iyo nuqsaan aanu kanna zahno rawaafid iyo shiicada hadaad qaadato waxa weeyaan أصحابتي النبي صلى الله عليه وسلم سادات الصحابة أي قارئ سينو كفر أي كل شيء جن
وحي عاين دمر كي النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين لكن ما حكوا دونين ذنوب تاسي ووين يكون دعين وحيكون بالنيستين أو إلى هذين وحيكون محبة أهل البيت أو محبة أهل البيت أي أنه يقول كلفتي تاسي وحي كتوسس أيها الإخوة والأخوات إن طوائف تاسي أهل بدعي أي استعمالين إرية شرعية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر محبة أهل البيت تنزيه الله عز وجل يعني إن إلهي عدل الله سوايو الفاظ داسي شرعي قروحه بدن اي وناكسن اي ادكسدين لكن وحا اي كو استعمالين معاني يوجودوين اي مقاصد باطله وشرعه بربرونيسي ركنادنا اسارسي دينت الله سبحانه وتعالى لكن واحد اوقات ايها الاخوه والاخوات يعني ان تاويل لو سميه الفاظ الشريعه او الفاظ الشريعه لو استعماله سي فولحن نمن كاسون أيها الإخوة والأخوات كومي كوبنين هذا بلو فيرسو إيوح وين ووح ولي قيد بتشري ويان ما أنت نوي ترتا ولذلك أيها ولي الله دهلوي أيها وح أولي عبارة آدي آد أوناكسا وحلو بالجملة إذا قرأت القرآن هذا نصوته ضمن موضوع كهذا ولي الله دهلوي وحلو هذا القرآن كأخرضه وإن أدعوغاته إن مخاصمة القرآن كل لقلا يددك أهل باطل كآه ee utilmaama ay qaladaadka ku dhaceen iyo inxiraafadka ku dhaceen hamoodin kaanat ma qawmin in qaradu in quraanku ku hadlaayo qoloyn dhamaadi oo kaliya bal waaqi' ma min balaa'in kaana fi ma sabaqa min az-zamani illa wa huwa mawjoodun al-yawm bal awwal oo dadka soo horo soo martay inxiraaf walba oo hore loo soo arkay waxa weeyaan maantana kuwa lamid ayaa yaala sida aawadeed ayaa dadka ahlu cilmiga looga fadhiya inay inxiraafadkaasi ina daweeyaan oo dawo u baaraan tayib mesela kiyo kale waxaanu maanta yaani in aynu aragnay erayo fara badan waxaanu qaarna waa qaar leena soo dhex galiyo aan diinteena aan hore loogu maqal qaarna waxa weeyaan waa erayo shariicada ku laga helay oo hatta ولا ربما إن كتابك إلهي سبحانه وتعالى يسمى رسولك صلى الله عليه وسلم إريد أصل لجهره لكن وحوين تحريف بالقصة مين يا وحين ما قلنا مثل كذا كل حقوق الإنسان حقوق الإنسان أو وحوين إذا عدت فرته ما قال كذا أخرضه عالم الإسلامي وحوين علمانيين ته إيه الليبراليين وحين له الروريان حقوق الإنسان حقوق الإنسان human rights human rights لكن human rights كلمة ده صورته أولا sharciiga sidaa ugu ma taalo oo lafdi la yiraa human rights ama xuquuqul insaan shariicada kuma hayno inkastoo shariicadu ay xuquuq ay bila aadamiga u qirtay laakiin sida culimadu ay raahdeen xuquuqdaas waxay ku dabrantay oo ay ku xakamaysan tahay dawa diintii islaamnimadii laakiin marka kalmadaasi la inagu soo tuurayo ee waliba inta sanka la inaga geliyo la leeyahay aqbala waxay u badan tahay إن الله أو أقبل سيد الرجال بيتك وفهم سني إقيم كوج يهستوري كوج يتاريخ دودا أي وصو دمباشين حقوق الإنسان أيها الأخوة والأخوات وحل الله أو أقبل ودينتنا كسارة حد الردة هدو مسلم قالوا به وحويا حق بوليه يهي يستطيع أن يغير دينه إنه دينتي سا وبدله يسوى مسلم هاي إنه كريستيان نقضي بل حتى إنه ملحد نقضه له ذلك adigu maxaa ka galay xuquuqul insaanka waxa weeyaan in united nationsku ay isla aqbaleen waxa maxaa adigu u diideysa mesela kiyo kale in xurriyad ra'yi culimadu waxay sheegayaan in qofka bilaadiga ra'yigiisu iyo opinion kiisu iyo wuxuu doonayo inuu umada u sheega hadii aanay la yaani mid ahayn oo aanay sharciyada ku banaaneen xurriyadiisa si looma ogola wa illa أهل بدعي فرها بدنا إن أتكلم سو كتب التراجم يا مقرن سا علماء الإسلام كيسكو وافقين إلا ديلو بحال لا جعد من درهم ينا من كلام يتكاها حرية الرأي ما واحد أقرانا سا إن في داخل المجتمع الإسلامي لغفر إذا عضاء يوم مقرن سا قنوات فضائية ذلك أقوية رأي الإباحية الجنسية أقوية رأي كفرية أقوية رأي صندقة فتن يشبهات كفر أي عقوشة ضد المسلمين تا ودين تودا كشك سينا يه
أي الأخوة والأخوات دين المسلمين هاي وإن نكفر سنة وإن نكفر سنة بارك الله فيكم إن ألفاظ يترمنون تيجا يرايض الاستعمال وإن نكفر سنة وي هدي أن تاسيك إمادة أيها الأخوة والأخوات وعندنا هنا وحوقها كيدا هذا بروح علماء إسلامك أي كيدا هذين مثلا يعني تأويلك يو إن إرايض يا يكلم ذه لا استعمال أيه النقضان إرايه هاست كمين أيضا ومسلمين تهاست هاست اللي جسوا قلنا يسوع الله حتى تمر لفه كشرته إرايق عن استعمال أيه إن دين تيدا يا عقيدة تيدا يا إسلام كيجا يا قيم كيجا يا أخلاق تيدا إيش شرح يا وين النقضان إرايه واضحة ترمنون شيء يعني أن هماج يمجد أنو كشرين ولا كان قضايا عقيدة إلى كتاب ربي سبحانه وتعالى يسنه النبي صلى الله عليه وسلم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أي وحي في الإعلام ولو ذهبنا نستوعب ما جناه التأويل على الدنيا والدين وما نال الأمم قديما وحديثا بسببه من الفساد لاستدعى ذلك عدة أسفار والله المستعان وعكشة كينية جناية يدعوى تأويلك وقيستي أممك أمد إسلامك كل يماها أمم أردن جناية وتأويلك وقيستي وحيل ولو ذهبنا نستوعب ما جناه تأويل على الدنيا والدين دعوى تأويلك تأويلك نحوين هو تفسير قال الله ولا قبحي إرايذة شرعيها وإرايذي الدين تكسو أروري لغشر حبان إلي معاني إيوه أجدوين أو فخسنين تي أشارعوك لها واي تأويل كل باتدى أجيستي على الدنيا والدين الدنيا دي الدين تا ويحي أجيستي تأويل كل هدين سنا صاورنا صاوروريا يوما نال الأمم يوحي أمم كجاري قديما وحديثا هراء يوما انتبا بسببه يعني بسبب التأويل من الفساد فساد وتأويلك أممك أوجيستي دينتي أدوية أوجيستي هذا نسنا صاورية لاستدعى ذلك عدة أسفار وحب الله هاي إن كتبنا لذقرا والله المستعان قال أبو الوليد ابن رشد المالكي في كتابه المسمى بالكشف عن مناهج الأدلة شيخ حسن وحيري وبالجملة سوسة ضوضوبة فأكثر التأويلات التي زعم القائلون بها أنها المقصود من الشرع إذا تأملت وجدت ليس يقوم عليها برهان هذا سكس أرسبو يري تأويلاتك أي شيكتين يعني ذلك كل عي أي كل ضوضين أي كل مرمين وحذرك يسا هذا ضفر سوى تأويلاتك سي إن وح برهانة أنو كفرين بمعنى أنه دليل أنه هيسن الدكتور عمر الأشقر حويا ومن أعلام علماء أهل السنة في هذا العصر حفظه الله أيوح ليه كتاب وكقري إن مقعيضة إيو سفوين كالله سبحانه وتعالى سيدة أي كعتقاتين أهل السنة والجماعة وكتاب معروفة مركا شيخ ويحوي الكتاب كاسي مركا بلابي قرنين كيسا أيا وحن دورا إن أنك جه الله عتب أنك جشي كنا يتأويلك طيب يرادك ومضى أكويا شيء مركي روح الماضي يبوي لي إن عتب كاسو يسكن قندونا عتب يسكن جامن أو موضوع ير ونقندونا يعني وا عتب أما شابتر كتاب لنا كمذا كتابك موضوع يسوحها أهل سنو حكعت قاتينهن مقعدة إلهي يصفون كيس سبحانه وتعالى مركا وإلى ديراد يبوي لي وحنا إيمو قتيبو يري إنو تأويلكو وأمضى كفري الباب والشربة ذنك صوق قلي وحنا كصوق قلي الباب كاسي إن قلوين دونا إن دينة إلهي سبحانه وتعالى أي دميان طيب سيدين تلاهو دميانين اللي انقرية إيو ديارة كما يصور رينة نمان كاسي تأويلك استعمالي سيبي دينة إلهي سبحانه وتعالى أي أبربريين الدكتور عمر الأشقر أيها كوشي قايا وعرف ما تركوا شيئا إلا أولوه واحد دينتا كميدا كميتاين إلا معنى قلداء كبحيين
وايهي وحول هدي إلى هاي سبحانه وتعالى أنو يسوق الدين تن إلى شنين تأويلات كه فاسد كه يوم معنا يا شاق الله عن أي دين تي أي كبحية إني من كاسي وحويان دين توي ترتين لهاي حدود ديسا يسوه دين تي سنا ويباب إلى هاي لكن الله سبحانه وتعالى دين تيس إلى شري وحيري مثل كيوكل شيخه واجباتك أي أولا وحيابه إلى هاي مدكو واجبي أي معنى قال هذا كبحيين وحي ددك أي أفو ذي دي أن بويري إن ددك دين تي إلهي أي سهشدان وواجباتك وحي قال لكو واجبات دي سكرا لو فصره دي وحي ويان مركا ددك وحي أفو ذاتي ومحامن سلادة تكريا ومحابن زكو بحين اياه ومحابن حكم شرعي بدأ بحي قليي وحوف الضغطي إلى واجباتك أفرها كلاقها دار وحيوة أول المحرمات وحيا به إلى هاي حرمينا تأويل إيا معنى قل هذا أي كبحيين ومحاددك مقران السامركة أي تاسي أي كو أروريسي وحي كو أروريسي وضوه أي كبن يستين وحوال بأو إلى هاي سبحانه وتعالى وحران يلي فالواقع مسلمين تهدو مانت إيك واقع مانتا المسلمين تكونوا لهن ما أنت إيك وحويا ربدو والاقتصاد كأباهن دالحيس كإن عالم الإسلام لا غفره أحبها مقالينكم مسلمين تا لقد نسوه دالله دالحيس كدولك قال هذا كي ما داهمين كي كعويان أو بعد يكون سمستان أو خمر قلقو إبيو دقالها هي إكونوميكا دالك أيان كم مرمين تأصل أقوب بنايستي وحوين وحول بو إلى هاي حاران يلي وحلو بنايستي تأويل بلو بنايستي وحيري وحي أولين نصوص دي كشي كينسة عذاب قبرقة إيا النعيم كيسة إيا قيامها إيا النار تي إيا ميزان كي إيا جنة دي أيا ماني كان مانتا أي تأويلات كلا إيك بحيين محاد عاي راد كي لوباهنا إيماني أها إيا تأثير كي روحاني أها ee marka qof muuminka looga sheekeyo cadaab qabriga looga sheekeyo cadaabka Ilaahay uquubada Ilaahay ama looga sheekeyo naciimka qabriga iyo jannada iyo firdaws raadkii ay qalbigiisa loo baahnaa inay ku yeelato ayaa meeshii ka baxay waabalawada bedelay naciimki jannada iyo wuxuu Ilaahay subhanahu wa ta'ala muuminiinta jannada ugu ballan qaaday ayaa waxa weyn nimankaasi zanaadi qadim xayr ahdeen ma han naciim u jirku ka raaxaysanayo هو نعيم روحانيويا و spiritual reality ويا it's not a physical reality نعيم جسدية أو إنه جنضة مقرنسة وبيال يعني إن مربى وبيال عانة وبيال بيئة وبيال خمرية داره ذهب لجسم يكدي سنهين لو لم تشهد إنه يهين نعيم جسد كي مقرنسة قفك وكل راح يصير عيو وحين وان نعيم روحانية وحي أولين نصوصتي مقعيدة إلهي سبحانه وتعالى لحليلي سي أي إذن أولين مركا أيها الأخوة الأخوات دينتي إلهي سبحانه وتعالى ساسي أي وقلين هدان انتها سيصور دعفة أيها الأخوة الأخوات أنو إما دو ألفاظ ما أنتني منك علمانيين تأمل الليبراليين تو أي بوركو كعريان أي عريان علستوش كساريان أي لحينيان أي معنى قلضة أي كبحينيان سي أغفوغيان إن معنيه يمضمونك يأجددي إلهي سبحانه وتعالى وكلها واي كأوه الرئيان كوب بلابي وحويان ومصطلح أما تعريف أي علماء إنه استعمالين لكن ما أنت اللي بدلي ولقوا عياري وحروا إن العبادات والمعاملات ومحياة علماء إنه هداد كتب تفقه هداد علماء فقه شافعي وحكوا قرتي وهذا ركتوا حويان فقه مركي قريان وحيو قيبيان لا بقي بود قيبيان قسم العبادات هي قسم المعاملات علماء إنه هرفق هذا مركي أربي حنتها مركز استعمالين قصدي وأنا أكسن وحسن أي كلا هاي وبمعنى وحويان يعني طهارتي يو صلاتي يو صونكي يو حجكي يو زكدي هكذا أي وح أي قليين قيبتي معاملين عبادات كأي قليين
وحيابه كله معاملات كهاي وقفك بلا آدم جاي يدك كله كده حينا وحيابه ضنا كله أي كتيران البيع والشراء يوحي لهم ضنا وحي لهذين والمعاملات لكن مر نبا علماء إسلامكو علماء جاهدين إن قفك مؤمنكو أحكام العبادات وكتابك القرآن كأو كقاضنا يو أحكام المعاملات كنا لقى قاتل شرعية كره يد ساتير كره أو خلاف سن شرعي يدين تلا سبحانه وتعالى مرنبا واحد فرطا كتاب كاستوي فوق هذه هراء قرطي أما كتاب كاسي فقه شافعها هذا فقه حنفي فقه فقه إمام أحمد فقه إمام مالك وحضرا هذا كتبته هذا وحويا معاملات كسرة واحد لين أي عبادات كو أي واحد لين دليل القرآن كي صناها سيء جدا ليشدين مسائشها لحري عباداتك أي مسائش معاملات كنا أي وجود ليشدين أنا وحلاقي يا بمان تمثل كوكه إذا تقاركوا ذي رهضان قبل بروح الويدية مسلمات أهيد لكن بلا حجابة أي سؤال بلا ويدية حلويري حجاب كي محاكو دعي marka waxa ku baaqaysaa in xijaabku aanu diinta kamid ahayn u yahay dhaqan laakiin waxa weyn yaani in aragtideedaasi fasid ka ah si ay justification diiniya oo sharciya ay u sameeyso ayaa waxa ku dooday de xijaabku isagu waa muamalaad ka weeyaan diintu inay muamalaad ka ay ka hadasho maaha su'aal aad baa lagu celiyay oo wax la yiri dayb ka waran furniinkii guurka gabad muslimad hadii afar nin guursato ka waran maxaa ku jaban ilaa waa muamalaad ah waxa laa waxa ku jawaabtay garan weydii waxa laa waxa ku jawaabtay waxa ka darnay tu suuudiyada oo maqaal qortay oo ku doodo tiri sida ninka muslimkii afar dumar uu guursan karaayo gabadha muslimadina waanay waxaan jeedaa sida ninku afar dumar uu guursan karo gabadhuna waa inay afar nin guursan karto tanow baa ku xishooday baa oo ay ka jawaabaydi su'aashii yani waxaan ku tusayaa yani khatarta almaniinta iyo liberaliyiinta ay sharaacada iyo diinta iyo aqeedda maanta ay ku hayaan ayay qol qawaad oo xaqiiqatan ah almaaraka alkubra islaamku maanta waajihaya waxa weyn waa macrakada uu la galay fikirka cilmaaniga ee munharifka ila doonaya in culimada muslimiintu waxa weeyaan ay ku soo ururiyaan dadka muuminiinta ay mobilize kareeyaan muuminiinta way waxa weeyaan in nimankaasi la naqdiyo oo fikirkooga munharifka umada la soo hordhigo waxa weyn waa arin ay umado dhan ay ku midoobi karto culimaduna ay ayuha ikhwa wal akhawat barakala fiik umaduna iyo caamaduna ay culimada ay ku daba feeri karto way waxa weyn waa arin waadixa tayib marka in la yiraahdo masalkii oo kale yani masal waa muamalaad masalana tan waa cibaadad waxaan wixii cibaadada ee salaad iyo soon la xiriira diinta aanu ka qaadanna laakiin wixii muamalaada ee dhaqaalaha ee siyaasada ee xukunka dawladda waa muamalaada waxa weeyaan diinta in la soo dhexgeliyo looma baahna maalim siyoorisay waxna akhriyay maqaal lagu soo qoray website Soomaalida wuxuu ka hadlayay xisbi la baxay xisbullah oo hargeysa laga furay oo ninka furay uu ku dhawaaqay in dadka ugu baaqayo in sharaacada islaamka dadka lagu dhaqo tabaan waxa weeyaan dawladda Soomaaliland ka jirtaa taa'id walba oo galatay in xisaab furto ninkana wuxuu ugu dooday iyo walaalaha la furay in iyaguna ay doonayaan inay furaan xisbi soo garan maysid dadka ugu yaraa sharaacada war sharaacada hal isku daboqo wuxuu yiraahdaa waxaan muwaadin baan meeshan ka ahay muslimna waanahay waxaan xaq u leeyahay inaan xisb furto marka waxaan akhriyay maqaal nin radiyay oo Mareykan jooga uu ku qoray meeshu degan yahay ayaa wuxuu yiri shacabiga reer Soomaaliland waxaan uga digayaa inay ogolaadaan ahzaab diiniya in ahzaab diiniya ay ogolaadaan ayaan uga digaya oo sababtu waa maxay wuxuu sababtu waxa weeyi diintu waxay ku haboontay masaajidda wuxuu isticmaali kelmad la yaab loo yiri war diinta masaajidada ku haya ayay diinta masaajidada aanay ka soo bixin
هذا دولي بقى حركة كحري كرتان تيرر كمساجد الدين تكحرة وأيينا برلمان كيقولها شعبية أيين إيمانين أي الأخوة والأخوات يعني فهمي النوع عاس نينك هسوكلي كمكوبنا بل وحن راني أيها الأخوة والأخوات شرائح من المسلمين ضد بضر المسلمين أي أساس اعتقاد سن أو آمن سن وردين تمساجد نجحية لكن مرك الدولة سدى يحكمك يدقالها يورباهنت يو مقرنسا وحبرشضة وحوين وإن أنظمك على السوق تودين تأن شغل كل هين وحن شعر إلى إن لو ذاقو كلمة ويري فقيه العصري الشيخ محمد صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى ومعناها سكو أبارا وقيحسا فهم كاحن ضد بضان المسلمين أي كقمان دينته وعكيري شرح الرياض صالحين كمجلد كوكوات صفحة شنبقل إيا أفري صدن شيخ محمد رحمه الله تعالى وحويري كثير من الجهلة يظنون أن الشريعة خاصة بالعبادة التي بينك وبين الله عز وجل فقط أو في الأحوال الشخصية من نكاح وميراث وما يشبه ذلك بليك سيد الشيخ أدنا ما خطرت أي ليضة هاي كثير من الجهلة كون بدون جاهلين يظنون وحي ملايين ان الشريعه ان شريعه الهي اي خاص كتهي بالعباده يعني حقوق اديق الهي ان كدخيب شيخ وجيدا الصلاه دي صونيو هدي الصلاه كا قدل اي كا قلدنتو شيخ او كاري او شيخ ويدي هدي وحجك كا قلدمي علمده ويدي هدي وزكري اتفهم ويدي شيخ كسو اورر او مغرانسا ويدي حكمك الهي إن تهي بينك وبين الله عز وجل فقط. أما با في الأحوال الشخصية، أحوال الشخصية ومن نكاح وميراث وحي جورك يفرنينك يو لا حريرة يد حلك. شيخو بلا يهود عادي وما حكود عادي حاس كي يوم صدح شعر أفروي أو واحد يقول صدح بعد قطعي شيخ ويدي. ده حلك صدق الله قيبيو شيخ ويدي وما يشبه ذلك وحي أرماه سال له. لكن سيد دور الله لسا سيد النظام السياسي ومد الله وحكمه. بارلمان كما كتاب كإلهي بقى الله ديغا مسوح الله ديغا مقرانسا ديستور كي انجريس كاما انديا باينال كور كي اما مقرانسا كي تنياني قال الله ديغا دقالها موحا لغو حكم إياه إن شرعي إلهي مسي إن نظام كدقالي قلبيتك وحوهيان تاسمو أرن كلوهيان إلهي كلمة ديسة يحكم كيسة بارلمان كلا قمران كرايو هدي الله حداد كتير هذرا وحوهيان شير بالغو تحابيه شيخ سوى هذا الكيسي وتوحويني وهم أخطأوا في هذا الظن. ذلك هاسم لها سوى كوكال دبن بويري. الشريعة عامة في كل شيء. شريعة أيها الإخوة والأخوات وحول بواكوبيسا. شريعة سيد الشيخ ويري يعني عبادات كأديكي الله سبحانه وتعالى إن كان حياكم مكوبنا. شريعة كمكوبنا جور كأيد حالك سيد الله قيبيو. أوحي وحول بأيكوبيسا. كان الشيخ دليل بوكسين أيام. لوان حجده لوغو اوكو معانيدينتي ددكو وا لابون منا وا مسكين جاهل او باهن ان جاهل لا سارو منا وا ويهن وا منع مد عنيده او اسغنا او باهن ان حجده لوغو اوغو او لو عديهو انو ضلال مبين او كجرو ددكو وا لبدا سوميانو كجاهل كي قلبي غيس وناكسن ياي ماركا ادلده اي علماد او شيغان او قادنيا ديكا كوجدون كلا لهانا يا وحوين كا وحمين قم قليل لكون حشود كون يسكنا شيخ وحيري وإذا شئت أن يتبين لك هذا حداد دون سيد إن أرن كاس وكو عضاضو إن شرع عضو أري جورك إيو صراد إيو ما إنك ما أنت سير حرك الأوقع يبي أنا كوكو بنين فاسأل ما هي أطول آية في كتاب الله بل سويدي آية كتاب كإله سبحانه وتعالى أهدر القرآن كما آخرنا أنت صحافي بقى يمكن يقول شره جزاهم الله خير. سكر ميسين. أضيع شا خيار تمشي شاف الدنيا هري هبين قرآن بأخريه. شيخ وحلي ورينا المير كله بإسلام جارينا بالسويدي آيات كتاب كإلهي وقدر. سيقال لك جواب تمركي يكون صورة عيسى. سكر ميسين. جواب تمركي وقال وجودي بيا هداد جاهل علمه بهانت هاي. أيها الذات هي علماني نجسة
ودينت الله سبحانه وتعالى عن هذا هي حاشا يعني أخيار تحكم في الرضا لكن تلمانت وحكو صعوتها علمانين تي ليبراليين تي وانا انجاس ويا اعداد دينت الله سبحانه وتعالى واه وحولي هدي إنها سيقال لك بويري وحلوه عندنا إن أطول آية آية كتاب كإلهي ودري هي آية الدين ولمكن حفاظه سآية الدين وذكرنا ميسان صوتش رقم الله هيو بل بالله عليكم أخريا بلو أخريا بل يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين آية داسة كتاب كإلهي سبحانه وتعالى ودر شيخ وحيري آية داسنا وكلها في المعاملات بين وجوهك إلا دمات كيغا أحكام معاملات آية داسي أي كهالليسا آية كتابك إلهي سبحانه وتعالى وقدر فكيف نقول بوها دي الشيخ محمد رحمه الله تعالى سبين وران كرنا إن الشرع الإسلامي إن الشرع الإسلامي خاص بالعبادة أو بالأحوال الشخصية سبين وران كرنا هذا با شرعك إلهي وحكوك ومن يهي أوكلية ما هي عبادة عبادة شيخ حلوك إذا مركا يعني صلاة يصون كي الرمي هذه إلهي توسين كده حي أما أحواش الشخص يعني أحكام تي قورك أحكام تي فرنينك أحكام تي فرنينك إيا ما نكا ما أنت محنك لي كل هذا يعني حلكي شيخ مركا وحولي هذا جهل والضلال شيخ محمد حولي هذا جهل والضلال وجاهل نيمه وانا هلو وهي وحي هدي قفك وقصديو انو معناها سيسي يعني سيده مربوبه او غدغو فهو ضلال واستكبار بوي وهلو يا اسلويني وان كان عن جهل فهو قصور هدي اي جهل كانت هينا واروح وين علم باضو باهنته علمي قبرو ويجب عليه ويجب ان يتعلم الانسان قفكينا وحكو واجبه إنه وحبرته أو علم ويشو أيها كواجبة وعي مركا أهل أخوة الأخوات يعني مسألة ذا سئة هذا ندي بقول نقضو أن كهد داي إن دين تلوقي به معاملات إي عبادات ولقدو للي هي وحين ورمها معاملات كلا حريرين قالها إيو حكم إيو سياسة إيو وحبرشادة يان دين تلسو قلين وحويان وحي ما أنت قادي إن عالم مثل كوكلا إن عالم الإسلام من ربضنا وكميضة إن نمانك شرعات الديدية آني قرصن وحل مودي ترى أيها الأخوة والأخوات إن الفكر العلماني أما نمانك الليبراليين تا إن أهي إلي شرعات عدديين مركي حكم كهيستين وكليا تبدا بس ها مودي ترى طبعا هو عدديين إما علماء أي تشيرلك كلاين إما سيدين تعبريين وحن تاريخ ذلك ما قرصونا لكن بعد الربيع العربي كي أي إن حسن مبارك مركو دعاء مقرن سا إن يوني منك كلا حكانته مثل كل رضان صلاة أنني سيو مصر أوكله مصر طاغي مركو دعاء كذب أي رخو الأخوات واحد مدابة إن علمانيين تي ليبراليين تي مصاردو إن عدي عصب الله صبحين إن الدجال عصب سوق هذين، وأيليه وحن شريعة أنا مدون أيها الأخوة يعني وحويا هداد متابعة كسبيسي استقراء وحيامه إني من كاسكوها الليان يجو أو عدة دقيسين سائني مسلمين ووح عقلك أنجرين سيد الشرع الله سبحانه وتعالى يدي دينهن الليهن أقل ما ينو الشريعة وأقل ما ينو لكن والله الحمد انتخابات كمركز القاضي وضركتين وحي هايرون لمن اسك قيلين اي سو قرميسين لكن ان اي وجود حقيقيه في الشارع الاسلامي ان يكون هاين عيد البو موقتي مصر بي كم موقتي تونس بي كم موقتي مروكه اي كم موقتي وحا ويان ميل ولبا عالم الاسلامي هدي الشعبي ايو علماء لو كلا بخو وحا شرع شعبي يا ددوينه وحي بلا شك اي دونانيان او عودينيان دينت إلهي الشرع إله سبحانه وتعالى تاسع ربا طيب لفظي كلا أين دوني إلى المسألة الراعي أو وحوين دساتير تعالب الإسلامي بدن كوغا دينا دمان توذ بيهين وحا كتيرا قضب أما مادة كتير تلايرا وحوين شريعته و يعني مصدر من مصادر الدستور
سومنا وحلا را وحلاص مين الدستور بلاص مين سوما آه أو إن الدنيا إن مكان سمحي تلا إن رقود قصه ما لذا طيب عبارة عن شريعة وحويين وإلكم إذا ما لها لقصة حكت الدستور كدولة دو وحين وعبارة يلفظ يكلم علماء الرئة مصر خاصة علماء التيار كالسلفي أي مقران السا أي أبا بعدين أي أقولهم وين لماذا أيها الأخوة والأخوان وحين أقولهم وين مركع الليل هاي الشريعة هو مصدر من مصادر الدستور وحد قرأ السا إني تيران ملك الأشرعة الدستور كله قصة حين كرو إلى الدستور كي مدي محرودي جيا وحودي جيا قانون أيكون كل صعبان صماها قانون كنا وين ريسورس له هذا وين مرجع له هذا مركها اللي هذا الشرع عضو واحد كم تهاي ما لها الدستور كله قصة حين رأيو تمعنا دو حين ملك هلاو لقصو قادن يأي أشرع أما الدستور إنجليز هالنقطة أما الدستور تلياني هالنقطة أما وحدونها النقطة أما حير صومالي هالنقطة ملك الأيات شرع ولذلك أي علماء وأوين رهي مصر الشيخ محمد عبد المقصود الشيخ ياسر البرهامي حتى مفتقي هرهي مصر الشيخ محمد فريد لما انتهد وحوياً ويسور تاقين بل واحد يستي فيديو كليب وكوهد لأيي الدكتور صادق الغرياني وأه مفتقى ليبيا لو دورتي انتي يعني ثورد اي سعوتي الا اما كرام حيتولي مركوي ان قدافي ودعي ان او اهم حيتولي مفتوى نين عالمه ويان الدكتور صادق القرياني يسوى مثلا كهالله طبعا و خو كسي تليريا ديستور كهدول و خو كوماي ليبيا لو خو كومايو علمادون ايها الاخوه ولا لا تفاعلان واقع مسلمين توا هذه علمبو اي ساحه كم مغنابان الساحه السياسيه اي كم مغنابان وحويان ددك لا يا ساحه بوخينايا سكرم يسيد الدكتور صادق القرياني وحيري وحويان عبارة سوى وحوان وإن دبلوصح وإن لا يراهضه الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد دبل في صوت الشريعة الإسلامية هي المصدر الوحيد شريعة الإسلام هو مصدر ككلية اللي قصوا حيقنا عيو ديستورك الدولة هي قانون كدولة تأسوا مدويان وحيري هديت هالة ديدو وإن دستور كله جود دراو قدر ولا بعض جود دراو بند لبعض وان جود دراو بند قال لبعض محورنا يا وحول بقى دستور كله جليه وخلاف سن الشريعة الإسلامكو لبعض بلايو وحول بقى دستور كله جو قري وخلاف سن الشريعة الإسلامكا ومحي وحلا أقبلها ماها وين اللي ديده بمعنى يقول لك والخوات يعني هدين اسكا أقبلون انت تستورك اللي ينقوق ورا الله يراه شرعة وحي كم متهي صار سيسك الدستورك إنا نقبل ماها علماء وين الديدان قفر ومؤمن وين الديده إلهي سبحانه وتعالى محو كتاب كيس القرآن كويري فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فإن تنازعتم هداد كدودان فإن تنازعتم في شيء شيء هداد كدودان شيء قاس وحول بو نقن كرا علماء واحد هذين هرت أولا فردوه إلى الله والرسول إلهي رسولك وعليا علماء الإسلام كسير إمام نووي وكل واحد هذين إلى الله إلى كتابه وحياد كدودان وحياد كقبطان إلهي وعليا بمعنى كتاب كيس وعليا وحكم كتاب القرآن ككبارة رسولك وعليا إلى شخصه مركو النوران نبي محمد صلى الله عليه وسلم إساقا أطهقا مركو دينتين كدبنا إلى سنته سنه سي وعليا هذا فإن تنازعتم في شيء هذا شيء كدو داند كمرنتان وحي العلماء الهدين يعني في أمور الدين وفي أمور الدنيا في أمور الدين وفي أمور الدنيا الرماها دينتا هي الرماها الدنيا دا الرماها دينتا محاله لك دا شيخ محمد صالح بن الثيمين رحمه الله تعالى تسالة أيوك بحيي ووحي لي هالدين لا وقف أي كم رمان مسألة شرعية أومي ذي رهضو هذا حلال أرنك نوع حلال
قفك كلامه هذا وها هذا حرام أرنك نوا وحران وحلو إن دين تلا الله نقضه إن دين تلا الله نقضه الله يرى إسلامكم حلو كيري كتاب قرآنكم حلو كيري علماء دي ما هي كتري وإن دين تلا الله نقضه أو إسلامك لغو هذا حكمك شرعيها مركا يتذكر وفي أمور الدنيا شيخ محمد رحمه الله تعالى وحي لي مثلا أنا وحنا دين لا وقف أي أرنك مضمان سيد الزبير بن العوام رحمه الله تعالى iyo jaarkiisi nasraaniga aha ay ugu murmeen biihi waadiga ee nabiga ay u tageen si ay xukunka u weydiyaan hadii laba qof oo muslim ay dhul ku murmaan hadii laba qof oo muslim ay lacag ku murmaan hadii laba qof oo muslim ay arin adduunyada isku qabtaan haakimka iyo qaadiga muslimka ah u taga oo garsoorka ka doona baa loo jeeda bimaana ay riqo khawaad arin walo muslimiinta soo dhex dhex yimaado oo isku qabtaan إذا حصلت نازعة أرن أدعو وحيونوا إن حكمك لجهره لنا عشر عادة وإله سبحانه وتعالى لولا نغضه ولذلك أيها وحن ليه أيها الأخوة الخوات يعني إن إرى ياسين ما أنت للدوني إن لقلعية وحيون سأل الله استعمالي وقلد وإن لولا نغضه كتابك إله سبحانه وتعالى يسونا رسولك صلى الله عليه وسلم وحفل إياه هذا الكويلة الإراضي أن حجري صدح ترمنولوجي أو كله أن دوني أنا كهالله لكن إن شاء الله وحبي أن شيخ عبد الواجز الله خير وحيش وقتك الماضي وأنا أدعي أنا شيخة وجزاكم الله خيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.